فالحمد لله والله فرحة غامرة. يعني أولا أداء الفريضة، ثانيا لسهولة الحج، يعني كان جدا جدا سهل اللهم لك الحمد. يعني نسمع بالسنوات السابقة كان في ازدحام، وكان فمع رؤية سمو ولي العهد 2030 صار في تطور كبير وشمل المشاعر المقدسة. I'm feeling very happy. I perform is a blessing for my family and me to come here for second time. I thankful to Allah Subhanahu wa Taala who has given me the opportunity to perform the Hajj.